تعالوا نكتشف سوا The Professional Sculpted Vans Care Experience مع L'Oréal Professional Experts. مشاكل فروة الرأس من أكثر المشاكل اللي بيعانوا منها مش بس السيدات بس الرجال كمان تماماً مثل البشرة. ولأول مرة بالتعاون مع أطباء الجلد L'Oréal Professional بتطلق مجموعة كاملة لتعالج كل هالمشاكل، مشاكل القشرة، تساقط الشعر، الشعر الخفيف، الفروة الدهنية والفروة الحساسة. نحن اليوم عندنا خمس مشاكل بتعاني منها فروة الرأس. عندنا المشكلة الأولى هي القشرة، بنستعملها أنتي داندروف شامبو. عندنا الفروة الرأس الحساسة، بنستعملها شامبو للسنسيتيف سكالب. وعندنا الفروة الرأس المدهنة يلي بنستعملها شامبو من سكالب أدفانس أنتي أويلي سكالب. هلا بالنسبة لهر الشعر في عنا وعندنا الهير ثينينج، هي المرحلة ما قبل هر الشعر يلي بنستعملها السيريوكسيل. وعندنا الهير لوس يعني هر الشعر الفعلي بيكون بنستعمله الأمينكسيل. إذا عنا فروة رأس مزيتة وفيها قشرة يستحسن استعمال الماسك 2-in-1 يعني فيه 6% كلاي لحتى يعمل مثل بيلينج لفروة الرأس. من بعدها بنستعمل شامبو للأويلي سكالب، ويستحسن نستعمل كمان بعد الشامبو هو نستعمل إنتنس سوثر ليهدي لي فروة الرأس ويعطيها شعور كتير حلو للكلاينت، وتحس كأن فروة رأس صارت نظيفة وتحس بهالبرودة بفروة الرأس. اما اذا عندي تساقط بالشعر، تساقط الشعر دائما بننصح نستعمل له شامبو سيريوكسيل ادفانس ونستعمله الامبولات تبع امينكسيل. امبول امينكسيل يستحسن استعمالها بشكل يومي، ما فينا نقفي ولا نهار لمده 6 اسابيع، بعد 6 اسابيع بلش الزبون تشوف الفرق وتشوف الريجروث من جديد للشعر يلي تساقط. في حال عندي هير ثينينج بنستعمل كمان شامبو سيريوكسيل ادفانس ليعطيني قوه للشعر الرقيق اللي صار موجود على فروه الراس، وبنستعمل سيريوكسيل اذا عندي تساقط بمحلات معينه فروة الرأس. كمان سيريوكسيل يستعمل بشكل يومي والأفضل استعماله من عشية، لأن المساء فروة الرأس تقدر تمتص المنتجات بشكل كثير أفضل من خلال النهار، خاصة بتعرف خلال النهار عند الشمس والحرارة والتلوث وكل هالقصص هيدا. للفروة الرأس الحساسة بنستعمل له شامبو للأنتي ديسكومفورت سكال يلي هو بيهدئ فروة الرأس بخلي الزبونة ترتاح من الحكة ومن الإحمرار على فروة الرأس، وبنستعمل كمان إنتنس سوثر بعد الشامبو لحتى كمان يزيد تهدئة أكثر لفروة الرأس وبطل في عندها انزعاج وحكي على فروة الرأس. وكمان في نصيحة صغيرة، إذا الزبونة بتصبغ شعراتها، إذا الزبونة بتصبغ شعراتها وعندها مشكلة وقت الصبغة بتعمل حكاك أو حساسية، في عندنا الليبيد شيلد يلي بينحط على السكالب قبل الصبغة ب3 دقائق وبينصبغ فوقها، ما بتنخلط مع الصبغة، بتنحط على السكالب وبيجي على الكوافير بصبغ فوقها. مثل ما بتعرفوا مشاكل فروة الرأس منا محصورة بس عند السيدات، كمان عند الرجال. يعني انا بعرف من حالي كان يمكن بعض المرات في عندنا كثير رجال بسمعوا بيقولوا لي عندي فروه راس حساسه، عندي تساقط شعر، عندي شعري عم بيصير ايه. سو اكيد سكالب ادفانس هو فيه استعمله كمان الرجل كما فيها تستعمله السيده. في شغله بس بدي الفت نظر عليها كمان، انه نحن بنعرف البشره بتجدد حالها، بشره الجسم بتجدد حالها كل 26 يوم، اما بشره الراس او السكالب او فروه الراس بتجدد حالها كل 10 ايام. سو مشان هيك الاعتناء فيها كثير ضروري بهذا الشيء، مش بس نستعمل شامبو وخلصنا، لا بالعكس لازم لما نستعمل او بدنا نستعمل اي علاج لفروه الراس لازم نلتزم فيه بشكل يومي او بشكل البروتوكول الرسمي اللي بتوجهنا فيه L'Oréal. مثل ما بتهتموا اليوم ببشرتكم، كمان انا بعرف كثير منيح انه الشعر بالنسبه لكم شيء كثير مهم. ليكون عندي شعر صحي، شعر لماع وشعر مغذى، مفروض كثير منيح يكون عنده فروه راس صحيه. سكالب ادفانس هيدي الرينج هي معتمده ومصدقه من قبل اطباء الجلد بالعالم. العالم بس يكون عنده مشاكل بفروه الراس او بالجلد وين بتوجهوا؟ بتوجهوا عند حكيم الجلد. فمن هالمنطلق هيدا ومن هالمبدا هيدا L'Oréal اليوم اطلقت هالمجموعه بمصادقه اطباء الجلد العالميين حول سكالب ادفانس ليكون هالبرودكت منه بس برودكت تجميل، بل هو برودكت علاجي 100%.